بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بعبارة مختصرة، ألخص المراد من هذه الكلمة انطلاقا من هذه الآية المباركة التي كررت 3 مرات في القرآن الكريم، باختلاف أنه في المرة الثانية في العجز: وكفى بالله شهيدا. لأقل الفكر الإسلامي أو الدين الإسلامي، الفكر الإسلامي ليس فكرا انفعاليا ينفعل كلما ظهرت صيحة بها ينفعل بها وينشغل عن مشروعه الأساس. الفكر الإسلامي هو مشروع يهدف لأن يكون امتدادا لما بدأه رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي لا بد أن يضع أمامه برنامجا واضحا على شكل خطوات حتى يتصاعد شيئا فشيئا ليحرز مكاسب وإنجازات تصنف ضمن المشروع النبوي، ولا يكون مجرد منفعل باستمرار بكل ما يقال في الساحة. بل الخطأ الأكبر الذي ارتكبه بعض المسلمين من القديم وإلى الآن أنهم كانوا يلخصون حماسهم في الرد والإجابة انفعالا بما يقال في الساحة على دين الإسلام، على دعوة النبي صلى الله عليه وآله، على شخص النبي عليه الصلاة والسلام، على رسالته التي جاء بها، ينفعلون فيضيعون المشروع الأساس. ولعله في بعض الأحيان من ذكاء الطرف الآخر الذي لا يريد لك النجاح أن يرميك يوما تلو آخر بالأحجار كي يشغلك بردها أو بالتوقي منها كي لا تتفرغ لمشروعك الأساس، وهذا خطأ كبير. ننشغل، خطاباتنا تنشغل، منابرنا تنشغل، خوين المشروع الأساس؟
أين برنامجنا الأساس؟ ضاع في زحمة الانشغال بالإثارات الموجودة في الساحة. ما هو المشروع النبوي؟ الآية المباركة لخصته: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. في الآيات الثلاث هذا المقطع مكرر. في آية ولو كره المشركون، في آية وكفى بالله شهيدا. هذا هو المشروع النبوي. ولاحظوا في حاجة، واضح المشروع النبوي في صعود، يعني النبي صلى الله عليه وآله أقام الأسس والقواعد لا لنبقى جالسين عليها، وإنما كي تكون مرتكز نصعد من خلاله إلى الأعلى. شوف شو تقول الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هذا واحد، وله بحثه، ودين الحق، هذا اثنين، بعدين ليظهره على الدين كله إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وآله. بعد لم يظهر الله عز وجل دين الإسلام على الدين كله، بل إلى الآن الإنسانية تنتمي إلى ديانات أخرى، ها؟ يعني النسبة الأكبر من الإنسانية إلى الآن تنتمي إلى الديانات الأخرى أكثر من انتمائها لدين الإسلام، مع أن دين الإسلام جاء من أجل الإنسانية، وأخطأت الإنسانية خطأ كبيرا عندما أدارت ظهرها إلى دين الإسلام، أو أعطت ظهرها لدين الإسلام، لأنه أصلا جاء لخدمتها ولم يأتي أساسا لزعزعة معتقداتها. ولكن ما علينا من هذا. تقول الآية: ليظهره على الدين كله، معناه أنه إذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يكون المشروع النبوي مستمرا. مستمرا ليش؟ مو فقط حتى يحافظ على نفسه، من الخطأ أن يبقى الإسلام فقط طوال تاريخه بس حتى يحافظ على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، هذا غير صحيح، وإنما ليظهره على الدين كله، يعني تصير في حركة تصاعد، حركة تصاعد، دائما في حركة تصاعد، مو في حركة تنازل ولا بقاء أيضا في المكان. هذا حتصير حركة تصاعد. إذن لابد أن يكون المشروع النبوي حاضرا وواضح المعالم في ذهننا، والبرنامج هنصير واضح. شنو برنامجنا حتى نتصاعد؟ من الخطأ أن ننشغل فقط، اليوم ماكرون قال كلمة، تعال خلينا نشتغل ليل نهار بس نرد عليه، بكرة فلان كتب صاحب كاريكاتور مثلا عمل في رسمة معينة، شوف المجتمع الإسلامي كله ينفعل فقط بالرد عليه وينشغل عن المشروع الأساس. أنا لا أقول أنه لا يرد، لأنه إذا لم يرد على أمثال هؤلاء أيضا قد يحصل انطباع عند المجتمع الإسلامي الإنساني أن المجتمع الإسلامي مجتمع هزيل وضعيف وما تم رسالته أصلا. صحيح، لكن فرق بين رد وبين رد، فرق بين أسلوب وأسلوب. أسلوب واحد روح يعتذري مثلا على كثر دائية مثلا ويقتل لي ثلاثة، هذا أسلوب خاطئ، هذا هو أساسا ما يريده بعض المتربصين بدين الإسلام، هذا أولا حرام شرعا، حرام هالعمل هذا، ولا يبرر له بأي حال من الأحوال، ولا يقال هم الذين كانوا السبب في الإتيان بأمثال هؤلاء، لا لم يكونوا هم السبب، وإنما تربيته الخاطئة وفكره الخاطئ هو الذي أوصله لهذا العمل الخاطئ. ما في عندنا أحد في دين الإسلام ينصح بالقيام بمثل هذه الأعمال، وهذا هو الطريق الصحيح. الطريق الصحيح شيء آخر، هو التركيز على البرنامج الأساس للوصول للأعلى. خلنا نقرب الصورة بشكل آخر. أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهذا يحصل عندنا نحن أيضا في الدائرة المنتمية لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، إيش قد ورثوا لنا إرث عظيم،
وأنا أعني ما أقول هذه الكلمة، إيش قد ورثوا لنا أرض عظيم، تتعب وأنت تقول عظيم. إذا بس تريد تشغل نفسك يوم فترة من الزمن فقط بس بتصفحه، فقط بتصفحه، ما تكفيك فترة زمنية مختصرة. ليش؟ لأنه أرض ضخم وعظيم، وهذا مميز من أكبر مميزات الفكر الإسلامي الشيعي. طالع الكتب الأربعة، طل على نهج البلاغة، وانظر إلى البحار. وأحسن المجلس عندما عبر عنه ببحار الأنوار. أرث عظيم هذا. زين يجينا خطاب الآن، كتاب البحار رواياته أكثرها ضعيفة، فإحنا نروح ننشغل بالرد على هالموضوع. واحد بكرة يجي يشككنا في كذا، لأن كل واحد يريد يثبت أيضا أنه جدير بالبحث العلمي. المشكلة اللي صايرة الآن عندنا هي هذه، أن أي واحد يريد أن يثبت جدارته في البحث العلمي يحاول أن ينسف شيء موجود. أنا هذا مو صحيح، أنا هذا ضعيف. ما تحصل إنسان ليثبت جدارته العلمية يثبت رصانة شيء موجود، بدل ما يثبت لي رصانة نهج البلاغة هذا السفر العظيم، يجيني شككني في سنده مثلا، حتى يقول بأنه هذا لا يمكن الاعتماد عليه، أو هذا الكتاب كتاب بحار الأنوار الذي تزدحم فيه الأنوار. طيب، اللي شعب الخير والبركة والعلوم والمعارف، واحد يقول لي كل هذا الكتاب يتلخص في كتابين ثلاثة بس، وإلا كل ما فيه هرج ومرج، كل ما فيه ضعيف. فيشغلني بالرد على مثل هذه المقولات، بينما مشروعي الأساسي إضاءة هذه الدرر العظيمة التي جاء بها أهل البيت. هذا مشروعي الأساسي. مشروعي الأساسي أحول بحار الأنوار إلى درر علمية تعجز وأنت تقف أمام كلمة لإمام من الأئمة كيف تحللها، تعجز. أقول لك ها، وهي كلمة واحدة من الكلمات التي يقف عندها الأيام في كتاب بحار الأنوار، الرواية الثانية من بحار الأنوار، حقيقة تفكر فيها وترجع يوم ثاني تفكر فيها، تفكر فيها وترجع يوم ثاني تفكر فيها، تفكر فيها مرة ثالثة وترجع لها اليوم الثالث الرابع تفكر فيها، لعمقها مع شدة اختصارها. أصل الإنسان لبه وعقله دينه، ها؟ أصل الإنسان لبه وعقله دينه، بس المقطع هذا، هذه في الرواية الثانية، نص الرواية الثانية هذه. تفكر فيها اليوم الأول وتعطي فيها نتيجة، تجي اليوم الثاني تقول أي والله فيها إضاءات وإشراقات جديدة، ما تتحرك منها حتى تروح للرواية الثالثة، من روعة هالدرر التي جاءتنا من قبل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لازم ننشغل إحنا بهذا المشروع، لابد أن نرفع اسم أهل البيت إلى العالم، ونقول لهم انظروا لهذه الدرر العظيمة التي جاء بها أهل البيت. نستخدم الأدوات العلمية المتاحة الآن من العلوم التجريبية ومن المناهج الحديثة حتى نوصل هالعلوم وهالدرر للعالم الإنساني. يقول شوفوا لاحظوا أهل البيت ماذا قالوا، بدل ما نروح ننشغل والله هذا اليوم شككنا في الكتاب وهذا اليوم شككنا في الكتاب وهذا اليوم قال لي بأن السند ضعيف وهذا اليوم قال لي كذا. وأنا أقولها أيضا وأنا مسؤول عن الكلمة، كثير مما يقال من التشكيك في الأسانيد وفي غيره وفي غيرها، كثير مما يقال ضعيف من الناحية العلمية، مو متبحر في القضايا الرجالية ولا في قضايا الأسانيد، عند نظرة سطحية أولية على الأسانيد يشوف فلان من فلان من فلان وفي الوسط فيه كذا، إذن الرواية ضعيفة.
بينما تروح تبحث في بطون الكتب تكتشف لها يمكن عشرات الأسانيد الصحيحة. وبالأمس كنت بس طلعت لبعض الأصدقاء رواية من هذا القبيل، أن الذي يروي تفسير أبي الجارود، أي واحد يطالع بهالشكل بيقول إيه والله الرواية ضعيفة، اللي يروي تفسير أبي الجارود في سند عندنا ابن عقدة عن جعفر بن محمد اثنينهم ثقات، عن كثير ابن عياش عن أبي الجارود عن الإمام الباقر سلام الله عليه، كثير ابن عياش معلوم الكل يقول ضعيف، وهذا هو السند المشهور. فواحد يطالع السند في تفسير علي بن إبراهيم، وطالع في فهرس النجاشي، وطالع في فهرس الشيخ الطوسي، يقول خلاص الرواية ضعيفة لازم نعطيها ظهرنا وانتهى الموضوع. نظرة سطحية هذه، روح فتش في بطون الكتب. ولهذا صاحب الذريعة أغا بزرق الطهراني قال كلمة جميلة، قال ضعف هذا السند بكثير ابن عياش غير ضائر، لأن تفسير أبي الجارود رواه جمع من ثقات أصحابنا غير كثير ابن عياش. بس لازم تروح تفتش عنها، فتروح تفتش يقول إيه والله. وأم طلعت لبعض الأصدقاء رواية من الروايات المعتبرة في المقام، وهي من تفسير أبي الجارود عن الإمام الباقر سلام الله عليه، وواردة هم في الكافي بسند صحيح، وهم في تفسير علي بن إبراهيم بسند صحيح، وتنتهي تفسير أبي الجارود. بدل ما تروح تشغل نفسك تشوف لي رأي سطحي أولي وتشغلني به وتشغل الساحة به، فتفتش في بطون الكتب وحاول أن تثبت قبل أن تحاول أن تنفي. شاهد كلامي، هل مصادق جئت بها بشكل سريع زين، لعله من انشغالاتي لأن أردت أضعها على الطاولة فقط حتى أثبت شيء، بأن الانشغال برد الفعل بأن يكون الفكر الإسلامي مجرد فكر منفعل بما يثار في الساحة من إشكالات وتشكيكات وجلد للذات بعض الأحيان، الانشغال بهذا يضيع المشروع النبوي الأصل. مشروع النبوي الأصل هو ليظهره على الدين كله، لابد أن يكون دائما برنامجنا هو هذا. وكل ما شغلنا أحد في الساحة نسمع قلنا بارك الله فيك ونروح ورا مشروعنا الأساسي، كل ما جتنا إثارة جديدة في الساحة نقول معلوم ونروح ورا مشروعنا الأساسي، ما نعطيها من أوقاتنا الأساس حتى لا نضيع المشروع الأساس. فأقول لا ينبغي لنا أن نجزع ولا أن ننفعل ولا أن ننهار أيضا داخليا، أو نخشى ونخاف بأن فكرنا هذا الذي ثبت قواعده خاتم المرسلين وسيد الأنبياء، هذا ليس فكرا ضعيفا هزيلا يشعر الإنسان في داخله بالضعف، هذا يشعر الإنسان في داخله بالفخر والعزة، ويعطيه هذه الطاقة الحماسية العلمية على الانفعالية التي تجعله يواصل هذا الدرب. وهذا أفضل خيار للإنسان ليعلن انتماءه لهذا النبي العظيم، أن يتشرف بأن يكون امتدادا لرسالته. النبي صلى الله عليه وآله أقام الركائز، يأتي بعده الذين قال عنهم إخواني، الذين قال عنهم إخواني، ها؟ اللهم لقني إخواني. فقيل ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. ذول الإخوان، ذول اللي يأتون إلى الركائز الأساس في الدعوة النبوية ويواصلوا الطريق، يحاول يصعد بهالدعوة إلى الأعلى، وذلك من خلال ما وردنا من إرث عظيم عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لأنه هو الذي يعرفنا بحقيقة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله، الذي ورد في الرواية
عن أمير المؤمنين. كيف تعرف الإمام علي أصلا؟ تستطيع تعرف الإمام علي ومكانة الإمام علي، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يعرفك إلا الله وأنا. هذا الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يعرفك إلا الله وأنا، هذا يقول إنما أنا عبد من عبيد محمد. صور هالكلام هذا. إذا الإمام علي يقول إنما أنا عبد من عبيد محمد، إذا نحن شنو أمام النبي ومقام النبوة؟ شنو حقيقة هذا النبي؟ إذا شخص مثل الإمام علي اللي حارت أمامه العقول يقف أمام النبي يقول إنما أنا عبد من عبيد هذا الإنسان، شنو حقيقة هذا الإنسان؟ ولهذا لا يعرفني إلا الله وأنت أيضا. فما يتشرف الإنسان أن ينتمي لرسول عظيم مثل هذا وأن يكون امتدادا لرسالته، يواصل بشكل من الأشكال حتى يعلم مكانة هذه الرسالة. ويقال أنه في التاريخ الكذائي في عام 1442 جاء رجال إخوان للنبي صلى الله عليه وآله وصعدوا بالدعوة إلى الأعلى، مو فقط انشغلوا بها الإثارات السطحية التي لا قيمة لها، هذه لا تؤثر على شخصية النبي صلى الله عليه وآله، ولا ينبغي لنا أن نعطيها أي جانب من الاهتمام. لازم نركز على مشروعنا الأساس ليظهره على الدين كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لنقف في هذا الموقف ونسجل في هالفترة الزمنية المختصرة التي يعيشها الإنسان ثم يرحل ذاك العالم، نسجل بأننا يوما من الأيام كنا امتدادا لهذه الدعوة النبوية الشريفة المباركة. إنه ولي التوفيق صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.